إن شاء الله راح نتكلم عن علاج التهاب الأمعاء القليظة التقرحي. طبعا يختلف تأثير التهاب الأمعاء القليظة التقرحي على الجسم من شخص إلى آخر، ويستطيع الطبيب المعالج مساعدة المريض في تحديد العلاج الملائم له لتخفيف أعراض المرض ومنع ظهور التهاب الأمعاء القليظة التقرحي من جديد. وبعض المرضى يعني يتواصلون مع الطبيب ويعلمون أن الأغذية لها فاعلية كبيرة في هذا العلاج، وأيضا بعض الأغذية معينة تؤدي إلى تفاقم الأعراض وزيادتها وزيادة يعني حدتها بشكل عام، وعشان كذا لازم نهتم للغذاء بشكل خاص. في مثل هذه الحالة يعني من المنطقي الامتناع عن تناول أي غذاء يوصي به الطبيب عدم تناوله، وينبغي الحفاظ على نظام غذائي متنوع ومتوازن وصحي من أجل المحافظة على الوزن والحيوية بشكل عام. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.